من شوي شمال ضايف. اذا هون عندي هاي التوتال انبوت باور اللي داخله على المحرك اللي هي 3 فيز الكتريكال باور. عندي بي ان الكتريكال بتساوي جذر الثلاثه في لاين اي لاين كوساين فاي فيز انجل. اول شيء راح نخسر منها اي ستيتر كوبر لوسز. ستيتر كوبر لوسز راح تعتمد طبعا على الكرنت، راح تعتمد على ار اللي هي ار 1 هذا. بعدين راح نخسر كور لوسز، فهذه عندي هون بي كور واللي هي بيهمني فيها الار سي من هون. هلا عند النقطه هاي صار عندي الاير جاب باور. تمام، هاي الاير جاب باور. الاير جاب باور راح تتقسم الى قسمين مش هيك؟ ايش هم؟ بنسبه اس و1 ماينس اس. فاللي تحت راح يكون بنسبه اس، من هاي كانها اس الى 1 ماينس اس. 1 ماينس اس راح تروح روتر كوبر لوس. هاي اس 1 ماينس اس كنسبه، هاي راح تكون بي روتر كوبر لوسز. فانضربت البي اير جاب، فهذه صارت كانها بي اير جاب في اس، وهاي بضلت بي اير جاب في 1 ماينس اس، وهاي صارت ايش هذا الجزء هون صار اسمه؟ كونفرتد باور. هاي كونفرتد باور اللي صارت افيلبل ميكانيكال باور. فعندي النقطة هاي صار كل هذا ميكانيكال، قبل النقطة هاي كانت الكتريكال مات. ميكانيكال ايش راح يروح عندي الآن؟ فريكشن ويندج وبعدين ستريم. هاي صارت بي سترين، وبالمثال تبع الدي سي قديش اعتبرنا البي سترين تقريبا كانت 1% اخذناها مش هيك؟ اوف بي ان. وهون عندي بي ميكانيكال اللي هي فريكشن. اوكي، انا عندي هاي لوس 2 لوسز 3 لوسز. كيف ممكن احسب ستيتر كوبر لوسز؟ اي لاين. تمام، اي لاين على اساس انها طبعا هون انها ستار كونكتد مش هيك؟ فعندي الستيتر كوبر لوس، الستيتر كوبر لوسز راح تكون 3، حطها هون اكتبها 3 اي 1 سكوير. كيف ضربنا بثلاثه ليش؟ ثري فيزز واخذنا هون كانه احنا ماخذين هون الاي، الاي فيز بالحاله هاي اذا مساويه للاي لاين اذا كانت ستار كونكتد لود. وراح يكون عندي نفس الشيء هون، عندي 3 الروتر كوبر لوس راح تكون 3 اي 2 اي سكوير ار 2. هذه صعب احسبها بشكل مباشر لانه ما بعرفش انا عاده ايش قيمه اي 2، بس قيمه اي 1 بقدر اقيسها، قيمه اي 2 مش عارف. عندي البي كونفرتد تساوي 3 اي 2 سكوير ار 2 1 ماينس اس على اس. هاي البي كونفرتد كان ضربنا هون في ار 2 على اس 1 ماينس اس اللي هي الجزء اللي صار. دائما ستايلوسز 1%، يعني هذه رول اوف ثم، رول اوف ثم مش شيء، ما راح يكون شيء مكتوب يعني. اوكي، اطفي الهاي. نعم تفضل.